السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة ان شاء الله هنشوف في الفيديو احنا بنركب الباكنج جرود ازاي، اللي بيكون بين البنالات اللي في الاسوار اللي هي البيركاست الباوندر رول او البيركاست. طبعا احنا بنركب باكنج جرود بالشكل ده، وبعد كده بنحط الفاصل ده سيليكون. طبعا احنا في الفيديو اللي فات شرحنا ازاي بنركب الاسوار مصبات الصنع البريكاست. بعد ما بنركبها لازم نعمل سيليكون بين البنالات بالشكل ده. لازم اول نركب باكنج رود بعد كده بيكون عندنا سيليكون معتمد بيملى بيه الفاصل بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وده بنملى بيه الفواصل اللي بين البنالات. ده طبعا سيلانت او سيليكون بنعبيه على الباكنج رود. طبعا الهدف منه لو في ستلمنت او هبوط في احد البنالات ما يحصلش كراك وبيكون بالشكل ده. بعد كده بنركب التاج على الشكل زي شبه العمود ده. ده مش عمود وشرحناه في الفيديو السابق. وبعد كده بنقوم بدهان البنالات، وان شاء الله بنعمل فيديوهات عليها بالتفصيل ان شاء الله. ده طبعا الباكنج رود بأقطار مختلفة حسب المكان اللي بنستخدم فيه. ان شاء الله احنا هنكمل موضوع الاسواق مع بعض لغاية الدهان النهائي. نسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.